الحظوظ في كرة القدم لا تخدع الى التخمينات، فهمتي؟ هي كل واحد كتبقى عنده حظوظ ديالو، واكيد ان شاء الله تعالى يعني الوداد هي في الرياض يعني في الصف الاول، والحمد لله يعني ليفيكتيف مزيان، كاين تلاحم كما قال السيد وليد الركراكي بانه باقي ما داروا والو يعني بالنسبه لهم، فهذا شيء جميل، ماشي باقي الرجلين في الارض يعني ما كيقولوش راه مرتاج درنا، هذا شيء يعني مبشر باذن الله يكون خير، اي نتيجه خص الفريقين معني يتقبلوها في اطار الروح الرياضيه. ولو انه يعني اكيد انا كودادي كنتمنى الفوز للوداد الرياضي، غادي تعمق الفارق باذن الله، فكنتمنوا من الله الفوز للاقوى، والان كتبان الوداد هي الاقوى، كنتمنوا من الله انه الفوز يكون للاقوى، كما قلت لكم الوداد لحد الان هو اللي على الورق هو الاقوى باذن الله تعالى.